أسعدتم صباحا مشاهدينا، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. بداية، يعقد اليوم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه بن رمضان لقاء مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمدرج الكبير لجامعة باب الزوار بالعاصمة. هذا وخلال لقائه فعاليات المجتمع المدني بتيزي وزو، أكد بن رمضان أن مشروع التعديل الدستوري يكفل للمجتمع المدني المشاركة الفعلية في صنع القرارات. أكثر تفاصيل مع الأخضر كعوان. نحو تصدير استراتيجية مستقبلية تسمح بتنظيم وتأطير الحركة الجمعوية وتمكينها من أداء الدور المنوط بها. طبعا تأطير يحتاج آليات، يحتاج مرافقة، يحتاج تأهيل من خلال مجموعة من الآليات. أولى هذه الآليات هي مسودة الدستور اللي بين أيدينا، واللي إن شاء الله الشعب الجزائري راح يعطي رأيه فيها بكل ديمقراطية يوم أول نوفمبر. ممثل المجتمع المدني عبروا عن انشغالاتهم وأفكارهم ومقترحاتهم التي يصب مجملها في ضرورة إشراكهم في صنع القرار. الحاجة تهم جورت الشينغال برزيدون لاريبوبليكا ديال كونفيونس غير انا نكوني لي برزيدون دي زاسوسياسيون اك لي مومبر دي زاسوسياسيون من بعد نكون نستنى كونفيونس لي سيتويان. هذا لقاء، انا نقول لقاء مبارك، لان لاول مره اعطيت لنا فرصه باش الواحد يعبر عن المشاعر نتاعو وعن الاحتياجات نتاعو وعن الرؤيه نتاعو للجزائر الجديده التي نتحدث عنها كثيرا. اديني غيوك الى لي زاسوسياسيون كي اكتيف ذي التيرا اذك انتو كفوس دو كفوس ان معاونتو كنين لا اكن نفنوث الجزائر ان شاء الله دفكوذ مي غرزن وتغال خير نزيكني. مستشار رئيس الجمهورية تطرق أيضا إلى إمكانية إشراك فعاليات المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي والإطلاع بالدور الرقابي على مؤسسات الدولة على المستوى المحلي. الآن مسودة الدستور في المادة 205 تؤكد على إشراك المجتمع المدني، لكن المجتمع المدني محتاج إلى تكوين في هذه المسألة، ماهوش يعني المسألة ما تمش بأي شكل، تم وفق إجراءات محددة. لهذا الجمعيات اللي معنية بهذه المسألة بمسألة مكافحة الفساد راح تتلقى تكوين من هذه الهيئة اللي بدايتها راح يكون إن شاء الله يوم 5 أكتوبر. ليختتم اللقاء بالدعوة إلى التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ العنصرية والتفرقة بين أبناء الجزائر الجديدة من خلال تزكية الشعب لمشروع تعديل الدستور في الاستفتاء القادم. التعديل الدستوري الأخير يعزز حرية التعبير والصحافة في الجزائر من خلال رفع التجريم عن الصحفي والارتقاء بالمنظومة الإعلامية. إلهام عشير تفصل. كسب جديدة يحملها مشروع تعديل الدستور في قطاع الإعلام والصحافة المتعطش إلى فسحات أوسع للتعبير ونفس مهني جديد يرافق الفعل الديمقراطي في بلادنا. إذا قلنا بأن حرية الإعلام واسع فهذا ربما مبالغ فيه، وإذا كنا هناك قلنا أن هناك تضييق على الإعلام هذا أيضا مبالغ فيه، فلا تفريط ولا إفراط بالنسبة للحديث عن حرية الإعلام في الجزائر. وبالتالي أعتقد أن المسؤولية الاجتماعية هي ما يجب أن يتحلى ربما به المسؤول الإعلام. فقد تضمن هذا التعديل الدستوري العديد من يعني الإضافات التي تخدم مجال الصحافة، خاصة فيما يتعلق بالوصول الحر إلى المعلومة من طرف الصحفي والمهنيين المشتغلين في مجال الإعلام والاتصال بصفة عامة. ثانيا، ما تعلق أيضا بتسهيل اعتماد المجلات والنشريات ويعني مختلف وسائل الإعلام بمجرد التصريح. إدراج الصحافة الإلكترونية في نص هذه المادة يعكس سلاسة المشروع ومواكبته للتقنيات الحديثة تمهيدا لإرساء قواعد الإعلام البديل. اعتقادي بأنه يمكن البناء على هذه المادة ومضمونها في تعديل قانون الإعلام للتأسيس لتقنين واقع الإعلام الرقمي في الجزائر،
وسد الثغرات التي وردت في القانون السابق وتنظيم هذه أو هذا النوع من الصحافة. حقوق لطالما كانت مطلبا للمهنيين والمختصين، وبالمقابل وضع المشرع حدودا لا يمكن تجاوزها في ممارسة المهنة. الحدود التي لا يجب أن يتعدها يعني مهنيو الصحافة ورجال الإعلام، خاصة ما تعلق بخطاب التمييز والكراهية، يعني معلومات أيضا ممكن أن تمس بسمعة البلد ووحدة البلد، هي ضمانات مبدئية من شأنها الارتقاء بالمنظومة الإعلامية لكسب رهان التغيير. تشرف اليوم وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة على افتتاح فعاليات الدخول الثقافي لسنة 2020-2021 بقصر الثقافة مفدي زكريا. وستقام هذه الفعاليات التي تدوم إلى غاية 7 أكتوبر تحت شعار ثقافتنا في تنوعنا ووحدتنا. هذا وأكدت بن دودة في وقت سابق على أهمية الاحتفاء بالدخول الثقافي، وجعل هذه المناسبة تقليدا سنويا يرفق بأنشطة وفعاليات ثقافية متنوعة. على هامش زيارته الميدانية إلى ولاية سكيكدا، كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار عن تجارب على مستوى مجمع سونطراك لإنتاج البنزين الخالي من الرصاص بداية من السنة المقبلة، مفندا كل الإشاعات بشأن وقف توزيع البنزين الممتاز بداية من أكتوبر الداخل. سونطراك عندها مشروع باش تعاود، يعني كما نقول احنا، تنصف البنزين اللي رانا نستعملوه ورانا نستوردو، باش تولي تنتج صنف واحد من نهاية السنة. الدراسة راها تحت هذاك، ما كان أول أكتوبر ما كان لا هذه الشيء اللي قالوه في الفيسبوك ولا ما علمش غير صحيح. من جهته أكد رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل أن الجزائر شرعت في إجراء تجارب في مصافي التكرير لنزع الرصاص، حيث يشرع في التخلي تدريجيا عن البنزين الممتاز بداية من السنة المقبلة. إن شاء الله تجارب في المصفات عند سوناطراك باش ان شاء الله نحيو هذا السوبر افيك بلون باش نخليه غير ليسونسون بلون، مي هذا مشروع ان شاء الله يبدا من 21، ماشي من 2021 ان شاء الله، باش نشرع باش نحيو هذا السوبر عمليا ما يتنحاش البريمي اكتوبر، لا عمليا حتى لا فان دلاني، وبالك ربما شويه له يبقى السوبر ويبقى سون بلون. وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، عرض أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار عرض المستجدات بالمؤشرات والأرقام. مع تسجيل 175 حالة جديدة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علما أيضا أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 20 ولاية سجلت ما بين حالة لتسع حالات وست ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. ما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة، عندنا 4 وفيات جديدة رحمهم الله. ما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية، عددهم 101 مريض. ما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة، عددهم لحد اليوم 35,654، منهم 110 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا على مستوى المستشفيات عبر الوطن 25 مريض في العناية المركزة. في موضوع انتشار وباء كورونا عبر العالم وأمام تنامي وتيرة الفيروس القاتل، عادت الدول الأوروبية إلى فرض تضييقات مشددة على حركة الأشخاص على أراضيها، كما فعلت إسبانيا التي وسعت من سياسات الحجر وفرض القيود على مواطنيها إلى خارج مقاطعة مدريد، كما منعت بريطانيا الدخول والخروج إلى مدينتي كارديف وسوانسي، بينما دعت موسكو كبار السن إلى حجر منزلي مشدد. في سياق ذاته حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عودة الوباء إلى الانتشار بسرعة بإمكانه أن يسبب وفاة نحو 2 مليون شخص عبر العالم.
في ملف الشرق الأوسط، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، دعا إلى عقد ندوة دولية حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مطلع العام المقبل، وهذا من أجل إطلاق عملية سلام حقيقية بين طرفي النزاع. وفي أوكرانيا لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخران في تحطم طائرة عسكرية قرب مدينة خارقيف شرقي البلاد، وقالت السلطات المحلية أن معظم الضحايا هم من طلبة معهد القوات الجوية الأوكرانية، مؤكدة أنه تم فقدان 4 من رواد الطائرة، وهذا في الوقت الذي أعلن فيه عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في ظروف الحادث. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، أترككم في أمان الله.